ضحكاتهم تملأ المكان وصرخات الفرح تسمعها عن بعد، سعيدين بأنوفهم الحمراء والألوان التي تزين وجوههم. يقفزون يلعبون بكل براءة مع المهرجين في فعالية نظمتها مؤسسة دنماركية تستهدف الأطفال في مناطق النزاع. الهدف من هذه الفعاليات تزويد الأطفال وعائلاتهم بنشاطات اجتماعية نفسية تستهدف أماكن مثل الجلزون، ونخلق أجواء من الفرح ليست للطلاب فقط إنما للموظفين والأهالي ليتفاعلوا معا وجعل المدرسة مكانا أكثر متعة. أعتقد أن مثل هذه الفعاليات مهمة جدا لأنك تستطيعين أن تري حجم سعادة الأطفال، لذا أنا معجب جدا بالمتطوعين فهم لم يتقاضوا أي أجر للمجيء إلى هنا. خصص هذا العام للأطفال الذين يعيشون الخطر والعنف يومياً في مناطق اللجوء الفلسطيني، حيث يقدر عدد الأطفال المستهدفين ما يزيد عن 2500 طفل للترفيه عنهم وزرع الابتسامة من جديد على وجوههم بالرغم من الواقع الأليم الذي يعيشونه بسبب الاحتلال. لعبنا البلالين وكيفنا، زليت معاهم وهم كانوا يعني يملون هدايا وحبيتهم كمان انه اجوا على مدرستنا. اليوم عملنا كانوا انهم لعبونا انه لازم نتخطى الحبل، كانت مهرجة تمشي واحنا لازم وراها، وكان في مهرجتين كمان. ألم يعايشه أطفال الجلزون بشكل شبه يومي، حيث يفصل بينهم وبين مستعمرة بيت إيل شارع واحد، فكانت العلاقة دوما محكومة بالحجارة من قبل أولاد المخيم وبالرصاص من قبل جنود الاحتلال، لذا إن إحياء مثل هذه الفعاليات تذيب الوجع وتطرد الذكريات الأليمة من عقول وقلوب الأطفال. من مدرسة مخيم الجلزون لتلفزيون القدس، رباعي عياش.